إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. أتيتكم بموقع لربح عملة الروبل بالمجان إخوتي وبكل سهولة. سعر الروبل اليوم إخوتي 1 دولار يساوي 73.75 روبل. طريقة تسجيل في الموقع سهلة جدا، نضغط على هذه الخانة هكذا، هنا نضع اسم المستخدم هكذا، هنا الإيميل، كلمة السر، نتخطى الكابتشا، هكذا، سننزل هذه الصورة، هكذا، نضغط على تسجيل الدخول مباشرة إخوتي أو تسجيل الحساب. هكذا اسم المستخدم، كلمة السر، نتخطى الكابتشا وندخل إلى الموقع. هكذا هذا هو الحساب إخوتي. هذه إحصائيات الموقع. طريقة العمل سهلة جدا إخوتي، هنا الإيداع في الموقع، هنا السحب إخوتي، هنا تبديل الأرباح التي ربحتها إلى الإيداع، هنا بونس إخوتي، بونس للإيداع إخوتي، وهنا بونس للمشاهدات هكذا، نضغط عليه. نضغط على هذه 3 البانرات. إذا نذهب إلى طريقة الربح الأخرى إخوتي، تصفح المواقع من هنا إخوتي، هي المواقع إخوتي، إخوتي ننتظر العدد حتى ينتهي، ثم نضع هذه العملية 6 ناقص 2 يساوي 4 هكذا. لقد أعطانا 0.01 روبل. إذا طريقة العمل إخوتي، لا تضغطوا على البانر واضغطوا على هذه الكلمة هكذا إخوتي. إذا ضغطتم على البانر لا يوجد عدد ولا يحتسب ولا تحتسب الضغطة. هكذا 5 نجوم. نغلق هذه الصفحة، لو نحدث نقوم بتحديث الصفحة. هذه الأرباح إخوتي، يوجد أيضا مشاهدة فيديوهات اليوتيوب ولكن لا يوجد فيديوهات الآن. بالنسبة للبنك إخوتي، عبارة عن تعدين أو استثمار في الموقع، 50% يذهب إلى الإيداع و50% عندما تجمع الأرباح، وهنا 100% إلى الإيداع. نضغط مثلا على هذه الخانة، ها هو التعدين إخوتي، وهي الخطط قيمتها بين 10 إلى 50 روبل إخوتي، يعطيك 0.04 كل ساعة، وفي اليوم يعطيك 0.09 روبل. وهذه الخطة مدتها 131 يوم، 0.88% يوميا إخوتي. الخطة الثانية قيمتها ما بين 50 إلى 100 روبل. هيا المعلومات إخوتي، وهذه الخطة الثالثة ما بين 100 و500 روبل، هذه بين 500 و1000 روبل، وهذه قيمتها 1000 روبل، ما بين 1000 روبل و5000 روبل. لكي تقوم بشراء هذه الخطط إخوتي، تذهب مباشرة إلى الإيداع أولا،
هنا تجمع الأرباح إخوتي، كما قلت لكم 50% يذهب إلى الإيداع، 50% يذهب إلى السحب. أما بالنسبة للبنك هنا 100% إلى السحب، نضغط عليه. هاي الخطط إخوتي، كل هذه خطط، كل الذي تربحه إخوتي يذهب إلى الإيداع. هنا المهام إخوتي، إذا أردت عمل المهام التسجيل في المواقع والتسجيل في التليجرام إخوتي، هنا التسجيل وزيادة على ذلك العمل في الموقع يعطيك 6 روبل إخوتي، تضغط هنا لتكمل المهمة وسطر الشروط وتضع المعلومات. كل هذه مهام إخوتي، المهام لدي أرباح كبيرة إخوتي إذا أردتم العمل عليها. هنا أيضا عبارة عن مهام أخرى إخوتي، هنا يعطيك 5 روبل، هنا 10 روبل، هنا تقوم بجلب 50 صديق إلى هذا الموقع يعطيك 5 روبل، هنا 100 صديق يعطيك 10 روبل، 600 صديق يعطيك 30 روبل، هنا تعمل فيديو تشرح الموقع يعطيك حتى 300 روبل إخوتي. هنا الإحالة، ستجد الأشخاص الذين تسجلوا عبر رابطك إخوتي. نعود إلى الداشبورد إخوتي قبل أن تسحب من الموقع، تضغط هنا إخوتي لتضع عنوان محفظة الباير هكذا، هنا تضع رقم إخوتي هكذا، ثم تضغط ريجستري. إذا يجب أن تكتبه يدويا إخوتي. كما قلت لكم إخوتي، يجب أن تكتب عنوان محفظة الباير يدويا وليس لصق إخوتي. هذا ما لدي في هذا الموقع، أشكركم على دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.